قال هربرت رويل وزير داخلية ولاية شمال الراين الألمانية إن الاستخبارات الداخلية تضع 11 من المساجد التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي تحت الرقابة بسبب وجود أنشطة معادية للدستور وتشجيعا على التطرف. وفي مذكرة أرسلها إلى برلمان الولاية أوضح رويل أن هناك خطرا من أن يتعرض المترددون على هذه المساجد للتجنيد وينضموا إلى الأوساط المتطرفة. يأتي ذلك بعد شهرين من نشر مجلة فوكس الألمانية تقريرا نقل عن مصادر في الاستخبارات الداخلية أن تنظيم الإخوان يمثل على المدى المتوسط خطرا على الديمقراطية في ألمانيا يفوق خطر تنظيم داعش والقاعدة الإرهابيين.